دائما المنتخب الألماني يبقى مرشحا حتى وإن شارك بتشكيلة شابة، لكن مع المنتخب الأسترالي الذي يعتبر ربما أكثر خبرة في هذه البطولة. ولكن هناك جمهور ألماني كبير جدا يتمنى ألا يفوز منتخبه باللقب. لماذا؟ منتخب البرازيل فاز باللقب في المرات الثلاث الأخيرة ولم يفوز بكأس العالم. لا، الألمان ما بدون كأس القارات. نتمنى أن نخسر كأس القارات ولكن نعم. نفوز باللقب، هذه لعنة بالنسبة إلى كأس القارات، ولكن هذه على سبيل المزاح. ولكن لنقل بأمانة، لم يكن يواخيم لوف أن يفرط بسمعة الكرة الألمانية لو لم يكن يملك لاعبين على مستوى كبير وكبير جدا لكي يعوض غياب الأساسيين على غرار أوزيل وعلى غرار توماس مولر وعلى غرار هوملز وعلى غرار بوتينغ. أقول بأمانة هذه التشكيلة الشابة عند بعض اللاعبين المخضرمين وهم قلة على غرار مصطفي قلب الدفاع، ولكن عموما عندما تقول على أن هناك إحلال في بعض المراكز على غرار فاغنر هداف الهوفنهايم يلعب أساسيا كرأس حربة مكان جوميز، لأنه جوميز تقريبا أكل عليه الدهر وشرب كما يقال. هناك تيمو فيرنر هداف الألماني في الدوري الألماني، لأننا نعلم هناك ثلاثة لاعبين بدءا بليفاندوفسكي ومن ثم أوباميانغ ومن ثم مودست، الثلاثة هم الأبرز تهديفيا في الدوري الألماني الموسم الفائت، ولكن الرابع هو تيمو فيرنر أبرز هداف ألماني متواجد وعمره 21 سنة. هناك أكثر جوريتسكا أكثر من رائع في خط الوسط، هيكتور أكثر من رائع في الدفاع، وكذلك يلحق بالنسبة إلى كيميش كظهير أيمن. كيف سيلعب المنتخب مباراته الأولى؟ بكل تأكيد فاز على سان مارينو بسبعة أهداف مقابل لا شيء في مباراته الأخيرة ضمن تصفيات كأس العالم مع فاغنر، ثلاث أهداف. التشكيلة قد تتغير من مباراة إلى أخرى، ولكن التشكيلة يعني لديه كل ما لذ وطاب من اللاعبين يواخيم لوف في منتخب مختلف المراكز. لكن هل المنتخب الأسترالي كابتن قادر على ربما مقارعة المنتخب الألماني بخبرة المنتخب الأسترالي بالأسماء الموجودة في المنتخب؟ لنقل بأمانة، السلاح الأول للمنتخب الأسترالي ليس سوى اللياقة البدنية الفائقة والاعتماد على الكرات العالية والهوائية. كما نعلم أسلوب إنجليزي قديم جدا، ولكن لا أتصور على الإطلاق إذا ما فرض المنطق نفسه يجب أن يفوز المنتخب الألماني. المنتخب الأسترالي كان يوما ما بوجود لاعبين كبار في تلك الفترة ولم يعودوا موجودين، وعلى رأسهم طبعا فيدوكا، وعلى رأسهم طبعا حتى بالنسبة إلى تيم كاهيل 37 سنة لا يبدأ أساسيا. التعويض للإحلال من خلال لاعبين كبار لم يعد موجودا في المنتخب الأسترالي. على هذا الأساس نقول لا يزال عملاقا في آسيا، ولكن في مباراة التجريبية الأخيرة يوم الجمعة في أرض القليلة من التشكيلة الأساسية. شكرا لك كابتن محمد حمادة محلل بين سبورتس على تواجدك معنا لهذه الليلة. شكرا لكم إسلام.